السلام عليكم. هنتكلم في محاضرة النهاردة عن الهاردوير. هندي معلومات عامة تقدر منها تفهم الكمبيوتر شغال ازاي من جوه وايه المكونات المختلفة اللي موجودة فيه. لو هنتكلم على الكمبيوتر، مين اللي هتكلم على الكمبيوتر العادي اللي هو الجهاز المربع ده اللي انت بتشوفه اللي متوصل بيه الشاشة، مش اللابتوبس اللي انت بتتعامل معاه، بس اللي تقدر تطبقه هنا تقدر تطبقه هنا. لو فتحنا العلبة بتاعة الكمبيوتر اللي هي المستطيل ده، هنلاقي أول حاجة بنشوفها فيه حاجة اسمها المذر بورد، هي اللي بيبقى متركب فيها السي بي يو والميموري وبقية الحاجات التانية، وفي حاجات تانية متوصلة في المذر بورد دي بنسميها الستورج ديفايسز، هنتكلم عليها كمان شوية، وفي الآخر خالص هندرس موضوع الإنبوت والأوتبوت ديفايسز المختلفة. لو حد جرب يفتح العلبة بتاعة الكمبيوتر دي هيلاقي حاجة بالشكل اللي احنا شايفينه ده، حاجة كبيرة مربعة بنسميها المذر بورد. المذر بورد هي اللوحة الأساسية اللي بيتوصل فيها كل أجزاء الكمبيوتر. زي ما شايفين فيها مكونات كتير، هنبتدي نشوف كل مكون من المكونات دي هي عبارة عن إيه ونفهم فايدته بيتوصل فيه إيه بالظبط. لو هنبتدي كده من على اليمين الجزء اللي هو ده، في حاجة اسمها EIDE Enhanced IDE، دي عبارة عن حاجة أو مكان بيتوصل فيه الهارد ديسك أو يتوصل فيه السي دي روم، بس الهارد ديسك دلوقتي بقت في أنواع جديدة بينفع تتوصل بكونكتورز مختلفة، فحاليا بس ده بقى السي دي رومز والدي في ديز والحاجات بتتوصل بالشكل ده، وده بيبقى شكل الكابل اللي هو بيركب في الجزء ده، ده اسمه EIDE. جنبه بنلاقي فيه مكان للفلوبي ديسك. الفلوبي ديسك ده كان ديفايس زمان بيتوصل في كمبيوتر وكنا بنحط فيه الديسكس اللي بالشكل ده، دلوقتي مش موجود في اغلب الكمبيوترات، بس ده المكان اللي هو بيتركب فيه الفلوبي ديسك بتاعنا في المذر بورد. في مجموعة خطوط بيضة كده، دي بنسميها البي سي اي سلوتس. البي سي اي سلوتس دي بيتركب فيها الاكسترنال اكستنشن كاردز، بمعنى اللي انت لو عندك في الكمبيوتر عايز تركب كارتة للشاشة، عايز تركب كارتة للساوند للصوت، عايز تركب كارتة للإنترنت، بتحط الكارتات دي كلها في الخطوط البيضاء اللي هي موجودة دي. الكارتة بتبقى شكلها زي ما انت شايف كده، بتاخد الكارتة تروح حاططها في السلوتس دي، فدي اسمها بي سي اي سلوتس. مهمتها اللي انت تركب فيها الكارتات الخارجية اللي انت بتوصلها في المذر بوردز. اغلب المذر بوردز دلوقتي بقت تيجي فيها اصلا الكارتات دي امبيدد، بس بتكلم لو انت عايز تبتدي تعلي امكانيات المذر بورد بتبتدي تحدثها تحط فيها كارتة من موديل اعلى، بحيث يبقى عندك سبورت الحاجات اقوى شوية في الساوند او اقوى شوية في الفيجا اللي بتوصلها بالجهاز. جنبها على طول جنب البي سي اي سلوتس في حاجة اسمها ايزا سلوتس، اللي هي دي كانت زمان خالص ده الموديل الاقدم من البي سي اي سلوتس، وكان برضو بيتوصل فيها كارتات، ففي ممكن تجيب كارتة فيجا كارتة شاشة تروح توصلها في الايزا سلوتس. فالمذر بورد اللي احنا شايفينها دي بتسبورت الاتنين، البي سي اي سلوتس اللي كان بيتركب اللي بيتركب فيها دلوقتي اغلب الكارتات، والايزا سلوت وهو حاطين واحد بس عشان لو حد عنده كارت قديمه ممكن يوصلها فيه. فيبقى احنا هنا شفنا الحاجات دي اللي بنوصل فيها سي دي روم والفلوبي ديسك، والحاجات دي اللي بنحط فيها السلوتس اللي بنحط فيها الكارتات المختلفه اللي بنوصلها بالجهاز. لو هنيجي نبص في ورا خالص هنلاقي فيه حته كده بيضه، دي بتوصل فيها الباور، في علبة بتلاقيها اسمها الباور سبلاي بيخش فيها الكابل بتاع الكمبيوتر وبينزل منها مجموعة أسلاك. مجموعة الأسلاك دي بتروح للفلوبي ديسك، ممكن تروح للدي في دي أو سي دي روم، ممكن تروح للهارد ديسكس المختلفة، بس هي لازم أكيد تروح برضه عشان تغذي المذر بورد، فبيطلع منها كابل كده ممكن تلاقيه لونه أسود وتخين شوية، فبيتحط في الجزء ده. فالجزء ده كده ده اسمه باور كونكتور، اللي بيتحط فيه الكونكتورز بتاعتنا بتاعة الكهرباء دي اللي بتوصل الكهرباء للجهاز بتاعك. المذر بورد الكهرباء اللي بتوصل لها بتبقى كهرباء ضعيفة، يعني 12 فولت، فيعني ايه يعني مش بتموت يعني،
بس طبعا الباور سبلاي ده اللي هو المصدر الاساسي اللي بيبقى فيه داخل الكهرباء اللي هي 220 فولت. طب لو هنيجي في الحتت اللي بالطول دي الاماكن اللي بتحط فيها الرامز، خلاص دي اللي هي الميموري بانكس، بنحط فيها الرامات، بتركب الرامات برضو فيها كده بالطول في الحاجات اللي هي لونها اسود هنا. الرامز في منها انواع، في حاجه اسمها دي دي ار، دي دي ار 2، دي دي ار 3، دي دي ار 4، حسب نوع كل رام، والمذر بوردز بتختلف، هي بتقدر تشيل انه نوع من انواع الرامات دي حسب الموديل بتاعها. يعني المذر بوردز قديمه كانت بتشيل دي دي ار، وبعد كده كل شويه لما تتحدث بقت تبتدي تتعامل مع الموديلات الاحدث من الرامز. فايا كان الموديل بتاع الرام اللي هتبتدي تستخدمه، اللي هي الميموري اللي هي الذاكره المؤقته للكمبيوتر، بتتركب في الجزء الاسود ده. تمام. طيب نيجي بقى للمربع الابيض ده. المربع الابيض ده بتلاقي فيه كده زي دراع، الدراع هنا ده دراع حديد، بتشيله وتطلعه وتروح حاطط مكانه البروسيسور. البروسيسور بيبقى مربع وطالع له سنون كده، اسنان زي ما انت شايف، بيتقلب ويتحط في الخرام الصغيره دي، وبعد كده يتحط عليه الدراع تاني بحيث يتاكد ان البروسيسور محطوط. بيبقى فيه كده زي خط كده مايل، الخط ده بيبين لك انت تحط البروسيسور بأنه اتجاه، عشان ما هو مربع فممكن تحطه باتجاه غلط. فده اسمه زي اي اف سوكت، بيتحط فيه البروسيسور. يبقى احنا كده شفنا لحد دلوقتي الجزء ده اللي هو الاي اي دي اي، بيتحط فيه الدي في دي والسي دي وانواع الهارد ديسكس القديمه، الفلوبي ديسك بيخش في الفلوبي كونكتورز هنا، الميموري بانكس بتحط فيها الرامز ايا كان نوعها، والايزا سلوتس والبي سي اي سلوتس بتحط فيها الكارتات الخارجيه زي كارتة الساوند وكارتة الفيجا اللي بتحطها عندك. هنا بيتحط الكهرباء وهنا بيتحط البروسيسور. في النص بقى بيبقى فيه حاجه اسمها الشيب سيت. الشيب سيت دي هي اللي بتخلي البروسيسور يقدر يكلم كل الحاجات التانيه اللي حواليه، عشان كده هي محطوطة في النص. بتلاقي كده دي بتقدر توصل البروسيسور بالكلام ده، أو تقدر توصله بالكارتات دي. فدي كأنها هي الجلو اللي بيقدر يوصل كل حاجة ببعضها جوه المذر بورد بتاعي. احنا كده شفنا شكل المذر بورد. المذر بورد بيبقى فيها تفاصيل تانية، هنبتدي بقى نبتدي نتعرض عليه. لو احنا مسكنا المذر بورد وحطيناها بالعرض كده، يعني بصينا عليها من الجنب، هنبص هنلاقي شكل المذر بورد بالشكل ده، وده الشكل اللي انت بتشوفه لو انت فتحت مسكت المربع بتاع الكمبيوتر ده وبصيت عليه من ورا، ده اللي بيبقى داخل فيه الكابلات كلها. كل خرم من الاخرام دي بنسميه بورد، بورد يعني بوابة، بتختلف حسب النوع بتاعها. في حاجة اسمها بارل بورد وفي حاجة اسمها سيريال بورد. البارل بورد هي بوابة بتبعت البيانات بشكل متوازي، بارل يعني ممكن تبعت كذا بيان في نفس الوقت، لكن السيريال لازم تبعت حاجة ورا حاجة ورا حاجة اللي هي بالشكل ده. فده اسمه سيريال بورد، ده اسمه بارل بورد. تمام. في انواع تانية من البورد اللي هي اليو اس بي بورد، اللي هي دي اليو اس بي اللي هي البورد اللي بتحط فيه الفلاش، لو انت معاك فلاشاية عايز تحطها فبتحطها في اليو اس بي بورد. تمام. في طبعا انواع تانية من البورتس اللي هي بتحط فيها الكيبوردز والماوس والنتورك والحاجات دي، بس البورتس الاساسية اللي بنقدر نتكلم عليها اللي هي البارل بورت والسيريال بورت واليو اس بي بورتس. اليو اس بي بورتس بيبقى فيها نوعين، يو اس بي 2 ويو اس بي 3. يو اس بي 2 ده كان ينفع يشيل يو اس بي العادي، ويو اس بي 3 ده اللي هو الفيرجن الاسرع من اليو اس بي 2. فيبقى كده احنا لو هنتكلم في، لو رجعنا لشكل المذر بورد اللي احنا شايفينه، شايفين الحاجات اللي احنا شايفينها دي لما نبص عليها من الجنب هنشوف المنظر ده اللي هو بيبين لك البورتس. فالبورتس هي المداخل اللي بتقدر توصل بيها الحاجات الخارجية، توصلها على المذر بورد. من بعد كده بقى هي تكمل بقى وتتوصل بالأسلاك دي عشان تعرف توصل بالبروسيسور وبالرامز وبالحاجات اللي احنا ايه عايزين نبتدي نتواصل معاها جوه الكمبيوتر. طيب احنا كده شفنا السلوتس وتتركب فيها ايه، وشفنا البورتس. في ايه تاني جوه المذر بورد؟ المذر بورد بيبقى فيه حاجه اسمها باسز. الباسز دي عباره عن ايه؟ عباره كانها شوارع، هي فعلا شوارع، شارع بيمشي فيه الحاجات اللي بتتحرك جوه
جوه المذر بورد. لو قلنا كده احنا ايه الحاجات اللي بتتحرك جوه المذر بورد؟ البيانات مبدئيا كده، في بيانات عايزة تتحرك من الميموري تروح للسي بي يو، او حاجات عايزة تتحرك من الانبوت ديفايس الكيبوردز والماوس والحاجات دي عايزة تبتدي تخش للميموري والحاجات دي. فالبيانات بتتحرك في شارع كده اسمه الداتا باص، اسمه داتا باص يعني الشارع اللي بيمشي فيه الداتا. تمام، ده اعتبره كأنه شارع فعلا ليه عرض، وحسب العرض بتاعه بيبقى حجم البيانات اللي بتعدي بتبقى ايه، بتبقى اكتر. لو الباص ده بقى ضيق يبقى حجم البيانات بتاعته هتبقى حجم المعدل ارسال البيانات هيبقى اضعف. الباص ده لو بينقل حاجات من حتت بعيدة في المذر بورد لحتت بعيدة يبقى الوقت هيبقى اطول. لو الباص ده بينقل حاجات قريبة من بعض فيبقى الوقت هيبقى اسرع. فاعتبره فعلا كأنه شارع. فاول نوع اللي هو الداتا باص ده نقدر نفهمه اللي هي البيانات اللي بتتنقل ما بين اجزاء مختلفة في المذر بورد. في نوع تاني اسمه الادرس. الادرس بقى هو عبارة عن العنوان بتاع البيانات اللي انا عايز اجيبها. فانا عايز مثلا السي بي يو عايز يقول للميموري هاتي لي البيانات اللي في العنوان الفلاني، فالعنوان نفسه بيتبعت على شارع لوحده، الشارع ده مخصص بس اللي بعت العناوين. عشان بعد كده عرفت العنوان ده ابتدي اقرا الحاجات اللي فيه وارجعها على الداتا باص. الاوامر بقى نفسها ده تعتبر محتاجه شارع برضو لوحدها، اللي هو ايه، اللي هو الكنترول باص، اللي الكمبيوتر او السي بي يو يبتدي يبعت الاوامر بتاعته لبقيه الحاجات التانية عن طريق الكنترول باص. يبقى احنا عندنا 3 شوارع كده، في شارع عشان نبعت الاوامر اللي هو الكنترول باص، شارع عشان نبعت عناوين الاماكن اللي انا عايز اقراها اللي هو الادرس باص، وشارع تالت عشان الداتا باص عشان ابعت البيانات من مكان لمكان. يبقى عندنا نوع تاني من الباصز اللي هو ايه، اللي هو البي سي اي باصز، ودي اللي احنا شفناها من شويه اللي هي كانت البي سي اي سلوتس، دي اللي هي الباصز اللي بتبتدي توصل الكارتات الخارجية ببقية الحاجات. مع الكارتات دي برضو محتاجة تبعت حاجات بياناتها للمذر بورد، ففي أكيد شارع للبي سي آيز بياخد من السلوتس دي عشان يبتدي يوصل المعلومات بتاعتها لبقية الأجزاء بتاعت الكمبيوتر. يبقى احنا كده لو هنبتدي نسمرايز نلخص كل اللي احنا قلناه، في السلوتس اللي احنا شفناها في الاول خالص اللي هي الاماكن اللي بتدي تحط فيها كل حاجه في الكمبيوتر، اللي هي الحته اللي بتحط فيها الكهرباء، الحته اللي بتحط فيها البروسيسور، الحته اللي بتحط فيها الكارتات، الحته اللي بتحط فيها الرامات، الحته اللي بتوصل فيها الهارد ديسك والفلوبي ديسك والسي دي رومز. فدي اللي هي السلوتس اللي شفناها في الاول. بعد كده شفنا الكارتات نفسها، احنا ممكن نحط كارتة نتورك، كارتة ساوند، كارتة فيجا عن طريق البي سي اي سلوتس او الايزا سلوتس. بعد كده اتكلمنا على البورتس اللي هي الـ3 انواع من البورتس، السيريال بورت والبارل بورت واليو اس بي بورت. السيريال بورت شفناه اللي هو اللي شبه بتاع الفيجا او اللي هو بتاع الفيجا بتاعنا، لكن البارل بورت هو اللي كان عريض ده مثلا ممكن تحط فيه برينتر او اي حاجه، واليو اس بي بورت اللي ينفع تحط فيه الفلاشه بتاعتك. واخيرا شفنا الباصز اللي قلنا 3 انواع منها، النوع الاولاني اللي هو لنقل البيانات، النوع الثاني عشان نقل الاوامر، والنوع الثالث عشان نقل الادريسز، واخر نوع عشان نبتدي ننقل المعلومات بتاعت الحاجات اللي متركبه على البي سي اي سلوتس لبقيه اجزاء المذر بورد. هنبتدي بقى دلوقتي نخش جوه البروسيسور نفسه اللي هو المربع الابيض اللي احنا كنا شايفينه من شويه في المذر بورد، ونفهم الحاجات اللي جواها عباره عن ايه. البروسيسور لو هنبتدي نتكلم عليه هنلاقيه هو متقسم لمنطقتين، حاجة اسمها كنترول يونت وحاجة اسمها اريثماتيك لوجيك يونت. اختصارا بنسميها دي سي يو وبنسميها دي اي ال يو. الكنترول يونت وظيفتها اللي هي تفهم بس ما تنفذ، لكن الاريثماتيك لوجيك يونت دي وظيفتها التنفيذ. مثلا لو في امر جه للبروسيسور، اللي يفهم الامر ويعرف ان الامر عايز يعمل ايه هي كنترول يونت، لكن اللي ينفذ فعلا الامر هو ايه، هو الارثماتيك لوجيك يونت، هي دي اللي بتنفذ الامر نفسه. بيبقى موجود معاها حاجه تانية اسمها ريجسترز. ريجسترز دي عباره عن ايه، عباره عن ميموري جوه البروسيسور نفسه.
وعددها بيبقى صغير قوي، يعني مثلا ممكن تلاقي البروسيسور فيه 32 ريجستر، فيه 64 ريجستر، لان هم 64 مكان او 32 مكان اللي بيعرف يشتغل بيهم. تمام، فيبقى كده البروسيسور بيتقسم لميموري جوه البروسيسور مش ميموري خارجية، بنسميها ريجسترز، ودي اسرع انواع الميموري عشان دي ميموري جوه امبيدد في قلب البروسيسور داخليا. البروسيسور مش محتاج يكلم نمد سلك او باص منه لحاجه خارجيه عشان نعرف نتواصل مع الميموري دي. وجواها حاجه اسمها كنترول يونت، وجواها حاجه اسمها ارثماتيك لوجيك يونت اللي هي الاي ال يو. دي وظيفتها الفهم، لكن دي وظيفتها التنفيذ. البروسيسور بقى كله اللي هو المربع الابيض ده بيبتدي يتواصل مع الحاجات اللي حواليه اللي هي اهمها الميموري، اللي هي الرامات اللي احنا كنا شايفينها في سلوتس كده اسمها ميموري بانكس كان لونها اسود، هي دي اللي بيتعامل معاها. فبيتكلم يبتدي البروسيسور معاه. طيب لو هنبتدي بقى نتكلم على التعليمات اللي بتيجي للبروسيسور دي عبارة عن ايه، لو احنا قلنا ان البروسيسور بيجيله instructions اللي هي التعليمة نفسها، اول حاجة الانستراكشنز دي بتخش في الكنترول يونت. الكنترول يونت تبتدي تفكر وتشوف الانستراكشن دي عبارة عن ايه، بتعمل حاجة اسمها فيتش، خلاص، اللي هي بتجلب او بتجيب الانستراكشن دي. تمام، وبعد كده بعد ما عملت فيتش للانستراكشن بتعمل حاجة اسمها ديكود. ديكود عشان تقعد تفهم بقى الانستراكشن دي عايزة تعمل ايه. يبقى احنا كده في حاجة اسمها فيتش وفي حاجة اسمها ديكود. فيتش اللي هي تقرا الانستراكشن، يعني انا في امر جاي لي عايز اقراه، هقراه منين؟ هقراه من الميموري، خلاص قريته من الميموري عايز افهمه بقى، فبعمله حاجة اسمها ديكود، افهم الامر ده عبارة عن ايه. ففي الفيتش والديكود. الفيتش والديكود دول الاتنين بيتعملوا عن طريق الكنترول يونت. خلاص عملت الفيتش والديكود، عايز تبتدي تنفذ بقى الكلام ده، فبتنفذ الكلام ده عن طريق حاجة اسمها اكسكيوت. اكسكيوت يعني نفذ، فهو بتنفذ الكلام ده عن طريق ال ALU اللي هي دي. يبقى عندنا الفيتش والديكود بتحصل بكنترول يونت، والاكسكيوت بتحصل بالارثماتيك لوجيك يونت. تمام، طيب التعليمة نفسها اللي هي مكتوبة دي مكتوبة عبارة عن ايه؟ التعليمة اللي احنا بنكتبها دي مكتوبة بايه؟ اللي هي الانستراكشن مكتوبة بحاجة اسمها الماشين لانجويج اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده. الماشين لانجويج اللي هي عبارة عن صفار وحيد، مجموعة من الصفار وحيد، هي اللي بتبتدي تتكلم وتبتدي تبين انا بعمل ايه. يعني مثلا لو عايز تعمل حاجة اسمها مالتبلاي، عايز تقول والله اضرب لي الريجستر الاولاني في الريجستر التاني. تمام، دي بتبقى مكتوبة في شكل صفار وحايد جنب بعض، والصفار والوحايد دول الكمبيوتر بيبتدي يديكود الصفار والوحايد ويبتدي يتعامل معاهم ويفهم صفر صفر واحد واحد صفر مثلا دي معناها مالتبلاي، فهبتدي انفذ المالتبلاي. المالتبلاي بقى ممكن تقول له مالتبلاي ريجستر الخامس مع ريجستر الثامن وحط النتيجة بتاعتهم مش عارف في ريجستر كام. فهي دي مثلا دي الانستراكشن. الانستراكشن بتكون جايله بالماشين لانجويج. طيب كل شركة بروسيسورز عملت لستة بإيه الأوامر اللي البروسيسور ده بيشتغل عليه، أو إيه الأوامر اللي البروسيسور ده ممكن يبتدي ينفذها. فظهر هنا مدرستين، مدرسة قالت أنا أبتدي أعمل مجموعة أوامر كتيرة خلاص بس كلها أوامر بسيطة، وناس تانية قالت لأ أنا أعمل مجموعة أوامر كبيرة، الأمر لوحده كبير بيعمل حاجة sophisticated، بيعمل حاجة صعبة، وهو أمر واحد أنا مش هغلب اليوزر، مش عشان مثلا يعمل multiply يديلي يعمل لي 4 5 أوامر، لأ أنا هعمل له أمر اسمه multiply. فظهرت عندنا هنا فلسفتين في بناء الأوامر دي، أو اللي هما ينتجوا processors بتشتغل بشكل معين. الفلسفة الأولانية اسمها CISC Complex Instruction Set Computers، سيسك اختصارها سيسك اللي هي لو خدنا اول حرف من كل كلمة. الفلسفة التانية اللي هي Reduced Instruction Set Computer اللي هي RISC RISC. فالفرق ما بين السيسك والRISC هو الفرق ما بين الرسمتين دول. لو انا
في complex instructions وعايز اعمل عملية ضرب، هقول خلاص يا ناس لو عايزين تعملوا ضرب استخدموا امر اسمه multiply وبياخد حاجتين، حاجة هنا وحاجة هنا. خلاص هضرب الريجستر ده في الريجستر ده، هضرب الرقمين دول، فده امر، امر واحد. بس الامر ده كومبلكس، كومبلكس يعني ايه؟ يعني معقد كبير، اللي انا اعمل عملية اسمها multiply. التانيين قالوا بدل ما نعمل multiply انا هعمل لك اربع اوامر مختلفة انت ممكن تبتدي تشتغل بيهم وتوفقهم مع بعض كده وتبتدي تعمل بيهم المالتبلاي. يعني الامر الاولاني هقول لك لود، لود هات لي الرقم ده حطه هنا في الريجستر ده، وهات لي، وكرر له تاني يقول هات الرقم ده حطه في الريجستر ده. وبعد كده هعمل لك حاجه اسمها برودكشن، امسك لي اضرب لي ده في ده، وبعد كده ستور هات لي بقى النتيجه بتاعه البرودكشن دي حطها في المكان ده. لكن هنا كان بياخد الرقمين مثلا ورا بعض، ياخد الرقم ده وياخد الرقم ده ويضربهم في بعض. فايه الفرق بين هنا وهنا؟ عامله زي مثلا واحد جايب قطع ميكانو صغيره، اللي هي قطع الليجو الصغيره دي، وعامل مكعبات صغنططه، وبيقول لك بالمكعبات الصغيره دي ابتدي اعمل لي حاجه. ده اللي هو الريسك، او اللي انا اجيب لك لعبه كامله متجمعه، ده اللي هو السيسك، اللي انا بقول لك خد بقى دي كلها العب بيها، او كل دي اشتغل بيها. هل ده زي ده؟ لا، المكعبات بتبقى صغيره، ممكن اعمل بيها اشكال مختلفه، لكن اللعبة أنا هلعب باللعبة زي ما أنت اديتها لي. فعشان كده بتوع الكومبلكس دول شايفين اللي إحنا إيه؟ إحنا فاهمين أنت عايز إيه، فإحنا هنعمل لك instructions من وجهة نظرنا ونديها لك وأنت تستخدمها زي ما أنت عايز. لكن بتوع الريسك قال لك لأ، أنا هدي لك حاجات صغنططة أنت ابتدي وفقها وجمعها مع بعض كده واعمل instructions اللي أنت عايزها زي ما أنت عايز. فالمالتبلاي هنا اترجمت لأربع instructions، لكن هي المالتبلاي اتعملت بانستراكشن واحدة. الانستراكشنز دي بقى كلها اللي الشركة عملتها، شركة البروسيسورز عملتها، مسمينها انستراكشن سيت. كل بروسيسور بيبقى ليه انستراكشن سيت معين. يعني البروسيسورز بتاعت شركة انتل ليها انستراكشن سيت، شركة انتل عاملاها. البروسيسورز بتاعت شركة اي ام دي ليها انستراكشن سيت، شركة اي ام دي عاملاها. كل شركة بتعمل بروسيسور بتعمل انستراكشن سيت بتاعتها. يعني ايه انستراكشن سيت؟ يعني مجموعة التعليمات، مجموعة الأوامر اللي البروسيسور ده يقدر ينفذها. طيب انتل ممكن تكون هي اصلا تبع المدرسه بتاعت اللي انا اعمل مثلا كومبلكس انستراكشن سيت، وممكن اي ام دي تكون تبع المدرسه بتاعت ريديود انستراكشن سيت. ده موضوع تاني، اللي احنا اصلا الانستراكشن سيت بتاعتنا هتبقى كومبلكس ولا هتبقى ريديوست. لكن احنا اصلا في حاجه اسمها انستراكشن سيت، والانستراكشن سيت دي هنبتدي نخلي البروسيسور يشتغل عليه. البروسيسور بقى لما يجي يشتغل بيمسك كل انستراكشن في الانستراكشن سيت دي يبتدي يفهمها ويبتدي ينفذها. فمثلا لو قلنا مثلا اللي فيه instruction set complex instruction set، هنبص نلاقي المجموعه بتاعت ال instruction set دي مثلا ممكن نلاقي فيها 100 امر، هو البروسيسور ده بيعرف ينفذ 100 امر. لكن لو احنا بنتكلم على reduced instruction set، لا احنا ممكن نلاقي اللي الاوامر دي لا reduced، reduced يعني عددها صغير، مش مدي لك حاجات ريتش، وانت تبتدي اعمل بيها اللي انت عايزه. طب كل instruction بتبتدي تعمل ايه بقى؟ يعني انا لو هتكلم على الانستراكشنز، الانستراكشنز بتاعتي هتبتدي تتنفذ ازاي او ايه اللي هيحصل فيها؟ اللي هيحصل فيها اللي انا بجيب الانستراكشن بعمل حاجه اسمها فيتش، اللي انا بجيب الانستراكشن نفسها من الميموري احطها في البروسيسور، وبعد كده اعمل حاجه اسمها ديكود، اللي انا اديكود الانستراكشن دي وافهم هي بتعمل ايه. عملت لها ديكود هبتدي اعمل لها اكسكيوت. فبيبقى عندنا وقتين، وقت في الوقت بتاع الفيتش مع الوقت بتاع الديكود، ووقت تاني للوقت بتاع الاكسكيوت. الفيتش والديكود زي ما قلنا قبل كده بيحصلوا عن طريق حاجة اسمها الكنترول يونت اللي هي سي يو، والاكسكيوت اللي هي عن طريق حاجة اسمها الاي ال يو. تمام؟ تمام. الوقت بقى بتاع الانستراكشن بالكامل، يعني الانستراكشن الواحدة بالكامل تاخد من الاول ما تيجي، من اول ما تحصل لها فيتش لحد اكسكيوت، دي بيبقى وقت معين بيسموه الماشين سايكل. خلاص يعني السايكل بتاعت الماشين لازم تبقى تكفي اللي انا اجيب الانستراكشن واعمل لها ديكود واعمل لها اكسكيوت، كل دي السايكل الواحده. تمام؟ يبقى الماشين سايكل بيبقى الوقت المجموع بتاع الفيتش والديكود والاكسكيوت، والفيتش والديكود مع بعض دول بيسموه instruction time، اما الاكسكيوت بيسميه الاكسكيوشن تايم.
حسب بقى السايكل بتاع الماشين بيبقى سرعة الجهاز. يعني مثلا لما اجي اقول لك الجهاز ده 2 جيجا هرتز، يعني ايه جيجا هرتز؟ زي ما عارف جيجا هرتز دي وحدة لقياس التردد. يعني ايه التردد؟ يعني الفريكونسي، فالفريكونسي عكس التايم، فده معناه 2 جيجا هرتز اللي انا بقدر اعمل كلوك، بقدر اعمل ذبذبات عددها 2 جيجا خلاص في الثانية الواحدة. طيب كل ذبذبة او كل سايكل من السايكلز دي ممكن اعمل فيها انستراكشنز، يبقى ده معناه ان انا اقدر اعمل 2 جيجا انستراكشنز في الثانية الواحدة. جيجا دي وحدة، يعني لما نقول الميجا، الميجا دي يعني مليون، الجيجا يعني بليون، يبقى انا اقدر اعمل 2 بليون انستراكشنز في الثانية الواحدة. تمام. حسب بقى لو احنا قلنا ان البروسيسور ده السايكل بتاعته طولت، يبقى ده معناه ان الجيجا هتقل، سوري مش الجيجا، الهرتز التردد بتاعه هيقل. فلما التردد بتاعه هيقل يبقى التايم بتاعه هيطول، عشان انا بقول الماشين سايكل بدل مثلا كانت بتاخد، هنتكلم مجازا نقول كانت بتاخد ثانية، هتاخد ثانيتين. فلما تاخد ثانيتين ده التايم زاد، يبقى التايم طول، يبقى الفريكونسي هيقل. فبدل ما كنا بنقول 2 جيجا هرتز، لا ممكن نلاقيها مثلا ايه 700 ميجا هرتز. فيبقى كل لما ابتدي احاول اقلل الماشين سايكل، اقلل طول الانستراكشن تايم كله، او طول الانستراكشن تايم والاكسكيوشن تايم، بتزيد سرعة البروسيسور. ليه بتزيد سرعة البروسيسور؟ عشان سرعة البروسيسور بيقدر الكلوك بتاعته، الفريكونسي بتاعه بيبتدي يبقى اعلى، فيبتدي ينفذ انستراكشنز اكتر في الثانية الواحدة. طب لو احنا هنيجي نتكلم بقى عن ايه العوامل اللي تقدر تخلي بروسيسور احسن من بروسيسور، لو هنفكر في العوامل دي هنلاقي الانستراكشن سيت نفسها، اختيار الانستراكشن سيت. في انستراكشن سيت تلاقيها مناسبة لبرامج معينة، زي مثلا انستراكشن سيت مناسبة لبرامج الجرافيكس او برامج الاوتوكاد، وانستراكشن سيت مناسبة للجيمينج، للجيمز والحاجات دي. فالانستراكشن سيتس نفسها بتبقى هي بتحدد اللي البروسيسور ده efficient ولا لا. ففي ناس بتعمل حاجة اسمها benchmarking. benchmarking ده اللي هما يجيبوا بروسيسور ويقعدوا يجربوا عليه برامج ولعب وحاجات وبتاع، يقول لك اه البروسيسور ده مناسب جدا للفئة دي من الابليكيشنز. فالانستراكشن سيت بتبقى من الحاجات اللي بتحدد اللي البروسيسور ده efficient ولا لا. الحاجة التانية، فاكرين لما اتكلمنا على الباص، الباص اللي هو الشارع اللي بتمشي فيه البيانات، وسع الشارع ده بيتوقف عليه الافيشنسي بتاعت البروسيسور. كل ما الشارع يبقى اوسع يبقى اعرف ابعت بيانات اكتر ما بين البروسيسور وما بين الميموري. فالوسع بتاع الداتا باص بيحدد اللي البروسيسور ده كويس او مش كويس. الحاجة اللي بعد كده في حاجة اسمها الكاش، بس احنا سيبنا شوية من الكاش، هناخدها كمان كام سلايد ونتكلم عليه. بس حط في دماغك دلوقتي ان الكاش دي حاجة من الحاجات اللي بتحدد كفاءة البروسيسور. كل ما الكاش تكبر وساعتها تكبر البروسيسور بيبقى إمكانياته أحسن. بس خلونا هنرجع تاني لموضوع الكاش ده كمان شوية. وآخر حاجة موضوع الكلوك سبيد. إيه بقى موضوع الكلوك سبيد ده؟ ده عايزين نبتدي نتكلم عليه دقيقتين كده عشان نفهم إيه موضوع الكلوك هنا. كل بروسيسور بيبقى جواه حاجة اسمها الكلوك. الكلوك دي بتبقى عبارة عن حاجة كده بتعمل هاي لو، هاي لو، هاي لو فولت، يعني بتبقى حاجة شبه المنظر ده، بتدي لك هنا لو فولت وبعد كده تطلع هاي، بعد كده لو هاي لو هاي، تفضل تطلع وتنزل تطلع وتنزل تطلع وتنزل. الانستراكشن بتبتدي تشتغل عند الطلعة دي، والمفروض تخلص هنا، يعني الوقت ده هو الوقت بتاع الانستراكشن من هنا لهنا. فده اللي بنسميه السايكل الكاملة، الانستراكشن سايكل اللي احنا لسه كنا بنتكلم عليها من شوية. الوقت من هنا لهنا ده اللي هو الوقت اللي بيحصل فيه الفيتش، بيحصل فيه الديكود، وبيحصل فيه الاكسكيوت. فلو تخيلنا اللي فيه بروسيسور الوقت بتاع الفيتش والديكود والاكسكيوت طول، يبقى الكلوك ده معناها ايه اللي هيحصل فيها؟ هتطول. فالوقت من هنا لهنا مش هيبقى مثلا، مش هيبقى ثانية، ممكن نقول 10 ثواني مثلا لو قلنا مجازا.
اللي هي ايه 10 ثواني. فلما الوقت ده يطول الذبذبة بتاعت الكلوك الفريكونسي بتاعها يقل، بدل مثلا الفريكونسي بتاعها كان 3 جيجا هرتز ممكن يبقى 1 جيجا هرتز او رقم قليل، عشان الفريكونسي عكس التايم، لما التايم يطول الفريكونسي يقل. فعشان كده بنلاقي في بروسيسورز الكلوك سبيد بتاعها اقل من الكلوك سبيد بتاع بروسيسورز تاني. فبنلاقي رقم بيتكتب كده بيقول لك والله البروسيسور ده سرعته 2.5 او 3.7 جيجا هرتز. ال 2.5 جيجا هرتز دي معناها ايه؟ معناها الكلوك دي تقدر تطلع وتنزل تطلع وتنزل كده 2.5 بليون تايمز في الثانية الواحدة. فده معناه اللي هي تقدر تجنريت كلوك، الكلوك دي تقدر تخلي البروسيسور ينفذ instructions بتاعته وزين الوقت ده. فطالما للبروسيسور الجيجا هرتز عالت، ده معناها ان الوقت انخفض، ولما الوقت بتاع اللي من هنا لهنا ينخفض معناها اللي هو يقدر يخلص الانستراكشن الواحده في وقت قصير. وهنا نرجع تاني للسؤال اللي ما بين او للجدال اللي ما بين المدرستين بتاعت هل انا اشتغل سيسك ولا اشتغل ريسك. لو انت اشتغلت ريسك يبقى انت عندك انستراكشنز بسيطه ما فيهاش وجع دماغ كتير، هي بتعمل حاجه بسيطه جدا، فهتلاقي بسهوله الجيجا هرتز بتاعتك يعلى عشان انت بتعمل انستراكشن بتعمل حاجه بسيطه. لكن لو هتعمل كومبلكس هتلاقي الانستراكشنز بتاعتك هتبقى معقده، هي مفيده بس معقده. هي فتيجي تبتدي تشوف والله يبقى ساعتها هتلاقي الكلوك بتاعتك هيبقى ايه، هتبقى طول الانستراكشن سايكل بتاعك هيطول، عشان تخلص عمليه معقده هتاخد وقت اطول. يجي حد يقول لي طب ما كده الريسك احسن. لا الريسك مش احسن، عشان الريسك عشان تعمل العملية دي أصلا كنت هتحتاج أربع عمليات بسيطة. فأنت بتقارن الوقت بتاع الكلوك بتاع 4 عمليات قصاد الوقت بتاع الكلوك بتاع عملية واحدة تقيلة. بس مين قال اللي أصلا على طول هيبقى أنا عندي كل العمليات تقيلة؟ ما أنا ممكن أصلا يبقى عندي عمليات بسيطة أو عمليات تتفك، مش الأربعة تتفك، الاتنين أو تتفك الواحدة. فالجدال ما بين المدرستين لسه قائم، وفي ناس بتشتغل كده وفي ناس بتشتغل كده. المهم اللي احنا عايزين نفهمه موضوع الكلوك دي هي اللي بتتحكم في سرعة الجهاز، سرعة البروسيسور، وعلى الأساس الكلوك بيبقى طول الانستراكشن سايكل، وطول الانستراكشن سايكل نفسها دي بتبقى الثلاث حاجات اللي هي الوقت بتاع الفيتش، الوقت اللي بعد كده بعد ما عملنا فيتش عملنا ديكود، بعد ما عملنا ديكود بعمل اكسكيوت. فده رابع حاجة تحدد لك كفاءة البروسيسور. الحاجة اللي بعد كده نمبر اوف كورز. هما الناس جم في لحظة معينة اعتقد في 2004 وصلوا لأعلى سرعة ممكن اوصل لها في البروسيسورز بالتكنولوجي اللي احنا شغالين فيها، ما ينفعش يعدوها عشان هيبقى في مشاكل تانية في الهيتنج، السخونية بتاعت البروسيسور نفسها، مش هيعرفوا يلاقوا طريقة يبردوه بيها. فقالوا بدل ما نبتدي نعمل بروسيسورز أسرع، لا أنا أعمل بروسيسورز أكتر. فبدأ اللي احنا الصناعة تتجه بدل ما تعمل بروسيسور أسرع، بدل ما كنا بنوصل مثلا 1.5 2.5 3.5 4 جيجا هرتز، لا قال لك لا احنا هنخلي البروسيسورز 2.5، بس بدل ما ادي لك بروسيسور واحد انا او بدل ما ادي لك كور واحد هدي لك 2 كور او 4 كور او 8 كور او 12 كور. فيبقى انا بدي لك بدل ما ادي لك بروسيسور واحد سرعته 4 جيجا، لا انا هدي لك 2 بروسيسور كل واحد فيهم سرعته 2.5، فيبقى كده المجموع بتاعهم 5. او ادي لك 4 بروسيسور كل واحد منهم السبيد بتاعته 2، فيبقى كده 4 في 2 ب 8. بس هي بتتقاس كده ليه؟ بتتقاس كده عشان احنا دلوقتي البروسيسورز دي هم مع بعض ما بيتجمعش السرعه بتاعهم، يعني كل بروسيسور هيعمل انستراكشنز مختلفه عن اللي جنبه. يعني زي مثلا طول اجيب واحد سريع جدا، شخص سريع جدا يقدر يجري 100 كيلو في الساعة، ولا أجيب 10 أشخاص كل واحد يقدر يمشي 20 كيلو في الساعة أو يجري ب 20 كيلو في الساعة.
هل دول اسرع من ده؟ لا، هو مفيش علاقة. هو الراجل ده هيمشي 100 كيلو في الساعة وهيقطع مسافة كبيرة، التانيين هيمشوا 20 كيلو في الساعة، بس هما ماشيين بارل، ماشيين بالتوازي مع بعض. فدول يدولك ميزة تانية مختلفة عن ميزة الراجل ده يقدر يخلص لك الحاجة بسرعة، لكن العشرة اللي مع بعض يقدروا يخلصوا لك حاجات كتير في وقت أقل من الشخص الأولاني. فبدأ الاتجاه اللي احنا نبتدي نعمل كورز أكتر جوه البروسيسور، يعني كأننا بنعمل بروسيسورات صغيرة في قلب كل بروسيسور. وكان الاتجاه ده عشان احنا ما نقدرش دلوقتي بالتكنولوجيا الحالية اللي احنا نعلي سرعات البروسيسور عن السرعات اللي احنا وصلنا لها دلوقتي. فبدأ بقى اللي احنا نفكر، طب انا اصلا البرنامج اللي المفروض اكتبه لازم يبتدي ينفع يشتغل in parallel، يشتغل بالتوازي، يقدر يستغل قدرات البروسيسورز الصغيرة اللي مكتوبين جنب بعض. لا، ده المفروض اشغل 3 4 برامج في نفس الوقت عشان اقدر اشتغل على البروسيسور دي. فيبقى برنامج بيستفيد من البروسيسور الاولاني، وبرنامج التاني يستفيد من البروسيسور التاني، وبرنامج يستفيد من البروسيسور التالت. فلو هنبتدي نتكلم نقارن ما بين بروسيسور هنا وبروسيسور هنا، ممكن يكون البروسيسور ده الكورز فيه 8 كورز، لكن البروسيسور ده يبقى الكورز اللي فيه 2 كورز بس. فدخل الفاكتور بتاع number of processors، number of cores per processor كفاكتور في اللي انت تقيس الافيشنسي بتاعت البروسيسور بتاعك. يبقى انا لما اجي اقارن اقول والله البروسيسور ده 4 جيجا هرتز والبروسيسور ده 2 جيجا هرتز، لا ما تجيبهاش كده برضو. قارن 4 جيجا هرتز بس فيه كام كور، طب ده 2 جيجا هرتز بس فيه كام كور، هو 2 جيجا هرتز كل كور فيه هو 2، لكن التاني 4 جيجا هرتز كل كور فيه هو 4، بس فيه كام كور هنا وكام كور هنا عشان يبقى المقارنة عادلة. يبقى تاني، ايه الفاكتورز اللي بتحدد كل الافيشنسي بتاعه البروسيسور؟ الانستراكشن سيت اللي انت شغال عليها، انت شغال سيسك ولا ريسك، وهل ده انسب لك؟ ودي بتتعمل بحاجه اسمها بنش ماركينج، اللي احنا بنبتدي نقيس نشغل البروسيسورز دي على برامج كتيره عشان نعرف البروسيسور ده مناسب للي انت بتشتغل بيه ولا لا. الوسع بتاع الشارع اللي بيبعت فيه البيانات، الكاش، ودي حاجه لسه هنتكلم عليها كمان شويه، الكلوك سبيد اللي هي مربوطة بالماشين، بالانستراكشن ماشين، الماشين لانجوج انستراكشن سايكل اللي احنا لسه قايلينها في السلايد اللي فاتت. واخر حاجة، عدد الكورز اللي موجودة جوه البروسيسورز، عشان احنا قلنا ان الشركات بدأت تتجه اللي تعمل بروسيسور جواه بروسيسورات او بروسيسورز صغيرة عشان تهرب من المشكلة اللي احنا لسه متكلمين عليها بتاعة الاوفر هيتنج، اللي هي الحرارة الزيادة اللي بتحصل لما نعلى بالفريكوانسي دي. طب كده يبقى احنا اتكلمنا بشكل كويس على البروسيسورز، اتكلمنا في الاول على المذر بورد، وبعد كده رجعنا في حته البروسيسورز. جنب البروسيسور بيبقى فيه حاجه اسمها الرامز، اللي هي الميموري. الميموري هي الوحده او الطريقه اللي الكمبيوتر بيبتدي يخزن بيها كل حاجه، يخزن بيها البيانات، يخزن فيها البرامج، يخزن فيها كل حاجه. هي دي الذاكرة بتاعة الكمبيوتر. يعني الكمبيوتر لو عايز يبتدي يشغل برنامج، البرنامج ده بيتحرك عندك من الهارد ديسك اللي موجود عندك، يبتدي يتنقل في الميموري، وبعد ما يتنقل في الميموري يبتدي واحدة واحدة كل سطر في البرنامج أو كل تعليمة في البرنامج تتنقل من الميموري تروح للبروسيسور، البروسيسور ينفذها وبعد كده يخش في السطر اللي بعده. وتاني عايزين نربط الحاجات دي كلها ببعضها، النقلة دي اللي هي عملية الفيتش اللي احنا قلنا، احنا مش قلنا اي بروسيسور لازم يعمل فيتش وديكود واكسكيوت؟ الفيتش دي اللي هي نقل التعليمة من الميموري، يجيبها فين؟ يجيبها عنده عشان يبتدي يعمل لها ديكود ويكمل عليه. طب الميموري لو هبتدي نفكر فيها هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن كأنها array كبيرة كده. احنا خلاص عرفنا ال arrays معناها ايه، وعرفنا الكلام ده كله في البايثون لما كنا بندرسه مع بعض. كأنها خريطة كبيرة كده، array كبيرة كده، 2 dimension array، مصفوفة ضخمة فيها وحدات، كل وحدة من الوحدات دي بتمثل بيت، يا يبقى 0 يا يبقى 1. فالميموري نفسها فيها أنواع كتير. نوع منها volatile. يعني ايه volatile؟ يعني متطاير، أشيل الكهرباء، أشيل أفصل عنها الكهرباء كل البيانات اللي فيها تروح. ونوع لأ ثابت، ينفع اشيل الكهرباء واحطها، ينفع تفضل مخزنه البيانات بتاعتها. في ميموري
بتبقى سريعة، في ميموري بتبقى بطيئة، في ميموري حجمها كبير، في ميموري ما ينفعش أعمل منها حجم كبير عشان تكلفتها هتبقى عالية، في ميموري بتستخدم كونسومشن باور كونسومشن أعلى، فما ينفعش استخدمها مثلا جوه موبايل عشان الموبايل هتلاقي البطارية بتاعته هتفضى، في ميموري الباور كونسومشن بتاعها كويس، فممكن ابتدي استخدمها في الامبيدد ديفايسز زي الموبايل. فاحنا هنبتدي نتكلم على كل انواع الميموري دلوقتي. الجزء ده مش خاص بس بكلمة رام اللي هي الرامات اللي احنا خدناها من شوية، الرام ده هنلاقيه نوع واحد من انواع كتير هنبتدي ناخدها دلوقتي. فلما من هنا ورايح لما اتكلم عن ميموري انا مش بتكلم على الرامات اللي موجودة جوه السي بي يو اللي احنا شفناه، لا انا هبتدي اوسع النطاق شويه وابتدي اتكلم على الميموري بصفه عامه، واحنا بنتكلم هنلاقي الرامات دي هتظهر معانا كنوع من انواع كتيره اللي هنبتدي ندرسها. طيب اول نوع من الميموري اللي هو الرامات اللي احنا درسناه قبل كده ده اسمه رام. رام دي اختصار لثلاث كلمات، راندوم اكسس ميموري. يعني ايه راندوم اكسس؟ الرامات فيها ميزه مميزة ليها، اللي هي لو احنا قلنا اللي انا عندي الرامات طولها مثلا فيها مليون مكان، ما تفرقش معاها في الوقت لو هي هتجيب لك معلومة من المكان رقم واحد او هتجيب من المكان رقم مليون، دي هتجيبها في نفس الوقت اللي هتجيبها من دي. يعني لو انا رحت اجيب معلومة من اول مكان في الرماية زيه زي نفس الوقت اللي هروح اجيبها من اخر مكان في الرماية، فعشان كده اسمها random access. random يعني عشوائي، access وصول، ذاكرة الوصول العشوائي لو هنترجمها بالعربي، معناها اللي انا اقدر اوصل عشوائيا لاي مكان في الميموري واجيبه لك في نفس الوقت بتاع بغض النظر عن المكان كان موجود فين. فدي طبعا ميزة، ما اقعدش بقى انا اقول اه والله المكان ده في اول الميموري المكان ده في اخر الميموري وهكذا. طب الميزة أو الحاجة، فعشان كده بقى اسمها رام Random Access Memory. الحاجة التانية اللي هي Volatile. Volatile يعني إيه؟ Volatile يعني أنا لو شلت الكهرباء خلاص كل البيانات اللي عليها راحت، تمام؟ فلازم يبقى الكهرباء على طول محطوطة وإحنا بنتكلم على تخزين البيانات اللي موجودة في الرامات دي. الحجم بتاع الرامز دي حاليا بيبقى in terms of gigabytes أو terabytes. يعني ممكن نقول الجهاز بتاعك فيه مثلا 8 جيجا بايت اوف رام او 32 جيجا بايت اوف رام، فده الحجم بتاعها اللي احنا الستاندرد اللي نبتدي نشوفه في اجازتنا اليومين دول. يبقى تاني الاول نوع هناخدوه في الميموري هنسميه المين ميموري، الذاكره الاساسيه، واللي هو دي كنا شفناها في المذر بورد بتركب في الميموري بانكس اللي هي كان لونها اسود. دي random access. يعني ايه random access؟ يعني تاخد ما تفرقش معاها الوقت اللي هتجيب فيه البيانات، لو هتجيب من اول حتة او من الحتة اللي في النص او من اخر حتة، هي كلهم زي بعض volatile، والسايز بتاعها in terms of gigabytes في الوقت الحالي. النوع التاني اللي هنشوفه في الميموري اللي هو الكاش ميموري. الكاش ميموري هي اغلى واسرع من المين ميموري، فعشان كده بيستخدموها اللي هم يحطوها في النص ما بين البروسيسور وما بين المين ميموري، ويبقى حجمها اقل كتير من حجم المين ميموري. طيب فايدتها ايه؟ البروسيسور لما يجي عايز يطلب حاجة من المين ميموري بيروح الاول يدور عليها في الكاش. الكاش هي سريعة فهيبص فيها بسرعة، يبص لقاها ملقاهاش يضطر بقى اللي هو يروح للمين ميموري يجيبها من المين ميموري، جابها من المين ميموري يحطها بقى دلوقتي في الكاش، كأنه بيحوشها في الكاش لحد عشان لو احتاجها بعد كده يلاقيها. بعد كده يشتغل شوية عايز يلاقي حاجة في المين ميموري يروح يبص في الكاش هي عنده جت قبل كده ولا لأ، ما جاتش قبل كده يروح يجيبها من الميموري، جت قبل كده يبقى خير وبركة هياخدها منين من الكاش ويشتغل بيها على طول. هيجي وقت الكاش هتتملى عشان قاعد يرمي فيها الحاجات دي زي كانها زي الحصاله بتاعته اللي قاعد يحوش فيها الحاجات اللي بيجيبها المين ميموري بدل ما يروح يجيبها تاني ويغرم الوقت الكبير في المشوار لحد المين ميموري. فهيجي في وقت الكاش هتتملى فعايز يبتدي يفضي الكاش دي. يفضي الكاش ازاي؟ ممكن يقول مثلا انا عايز هشيل من الكاش دي اقل حاجات انا احتجتها في الفتره اللي فاتت، فيروح قايل والله الحته دي جبتها مره بس ما احتجتهاش تاني فارميها،
ممكن يبتدي يفكر يقول لا انا عايز اقدم حاجات انا جبتها، حاجات اللي جبتها من فترة طويلة دي اكيد انا مش عايزها دلوقتي، فيبتدي يرمي اقدم حاجات هو عنده. فهو عنده استراتيجيات مختلفة يقعد يفكر فيها ازاي يقدر يفضي الكاش ده. فالفكرة اللي هو على طول البروسيسور يروح يكلم الكاش احسن له من اللي هو يروح الميموري. بس خد بالك من حاجة، اللي افرض اللي انا على طول بروح للكاش وملاقيش حاجات بتاعتي واروح للميموري، هل ده احسن ولا انا كنت اروح للميموري على طول؟ لا، الاحسن انا كنت اروح للميموري على طول، عشان انا بخسر برضو الوقت اللي انا بروح فيه بالغلط للكاش وملاقيش الحاجة، وبعد ما لقاهاش ابتدي اروح ادور عليها في الميموري، ففي وقت مهدور في التدويرة الاولانية اللي هو بيعملها في الكاش دي. فعشان كده لازم يبقى الكمبيوتر ذكي وهو بيحط الحاجات في الكاش، لازم يختار الحاجات اللي توفر عليه الـ أول أو اللي توفر عليه اللي هو يروح للميموري، وفي نفس الوقت ما يملاش الكاش بحاجات ليها لازم ملهاش لازمة، وفي نفس الوقت ما يقعدش بقى يحط حاجات في الكاش وبعد كده يرميها، يحط حاجات في الكاش وبعدين يرميها. فالموضوع ده الناس قاعدة تفكر فيه وحطت فيه إيه شغلك كتير. بنبتدي ندي اسم للعملية بتاعت اللي انا اروح للكاش وملاقيش حاجة، بنسميها كاش مس، يعني هحصل لي مس، رحت وملاقيتش. وعملية اللي انا اروح الاقي الحاجة في الكاش وافرح واجيبها من الكاش بنسميها كاش هيت، اللي انا بخبط في الكاش. ففي حاجة اسمها كاش مس وفي حاجة اسمها كاش هيت. الكاش هيت معناها اللي انا بروح واجيب الحاجة واخدها، الكاش مس اللي انا ما بلاقيهاش فبضطر ان انا اروح اجيبها من الميموري واحطها عندي. الكاش زي ما قلنا حجمها بيبقى صغير، يعني لو قلنا مثلا الميموري دي بالجيجا، لا حجم الكاش ده ممكن نقوله بالميجا، يعني 1 على 1000 من حجم الميموري دي، عشان هي غالية. فده خلى الناس تبتدي ايه تفكر، طب ما انا اعمل كاش اسرع كمان من الكاش الحاليه دي، وطبعا هتبقى اغلى، واعمل كاش للكاش. يعني انا ممكن احط مالتي ليفل من الكاش، اقول دي كاش اللي هي مثلا الميموري دي بطيئه ورخيصه، دي غاليه وسريعه، ممكن اجيب كاش اغلى منها واسرع منها، ودي تبقى كاش للكاش دي، ودي وممكن اجيب حاجه اغلى واغلى، وبالتالي هتبقى أصغر وأصغر وأسرع وأسرع من كل الحاجات دي، فدي كاش للكاش بتاعة الكاش. فيبقى أنا كده في الأول خالص البروسيسور يروح يدور، هو الحاجة اللي أنا عايز أجيبها موجودة في الكاش دي؟ لا مش موجودة في الكاش دي، هي أسرع كاش عنده وأندر نوع من النوع بتوعه وأكتر نوع غالي. ملقاهاش هنا، طب خلاص أروح أدور عليها في اللي بعديها. ملقتهاش في الكاش دي، ما خلاص أروح أدور عليها في الكاش دي. ملقتهاش في الكاش دي، اروح بقى في الميموري وامري لله. خلاص جبتها من الميموري، اروح اشيلها احطها في الكاش دي، وبرضو اشوف انا عندي في مكان فاضي ولا لا، والحاجات احسن لي اللي انا احطها هنا ولا لا. طيب في مكان فاضي خلاص حطيتها في الكاش دي ورميت الحاجات القديمة، خلاص احطها في الكاش دي ولا لا. ابتدي اقارن اللي معايا بالحاجات اللي هحطها في الكاش دي، عشان ممكن انا جبت الحاجة اللي معايا دي بس ما خدتش اولوية اكتر من الحاجات اللي موجودة هنا، وابتدي اتعامل مع الثلاث كاشات اللي موجودة عندي دي عشان اسرع عملية الفيتشنج اللي بتوصل للبروسيسور. لو احنا عايزين نتكلم على الموضوع ده، ده كده بيسموه الهيرايكي بتاعة الكاش، اللي انت بتعمل مالتي ليفل كاش، بتعمل ليفل 1 كاش اللي هي الاسرع، وليفل 2 كاش اللي هي ابطأ شوية من ليفل 1، وليفل 3 كاش اللي هي ابطأ كمان من ليفل 2، وطبعا كلهم اسرع من المين ميموري. فانا هنا ده الشكل اللي احنا بنشوفه دلوقتي في البروسيسورات اللي احنا عندنا واجهزتنا اللي موجوده. لما نيجي نبص بنلاقي البروسيسور بيقول لك البروسيسور ده موجود ومعاه كاش كذا، كاش 1 كام ميجا، كاش 2 كام ميجا، كاش 3 كام ميجا، ويبقى الارقام دي موجوده عندك في البروسيسور، عشان طبعا كل لما الكاش يكبر بيخلي البروسيسور أسرع، عشان بدل ما كان هيروح للميموري، لأ الكاش بقى اتساع مساحات أكبر وبيانات أكتر ممكن يجيبها من الكاش بدل ما يروح لحد الميموري عشان يجيبها.
طب لو احنا هنبتدي نتكلم على احجام بقى عشان نبقى واخدين بالنا، احنا قلنا هنا دي بالجيجا، يعني ممكن نلاقي جهازك كده ما شاء الله 4 جيجا او 30 جيجا ميموري. لا احنا ممكن نلاقي الليفل 1 كاش بالكيلو، يعني نص ميجا. تخيل دي بالجيجا ودي بالنص ميجا، خلاص. يعني احنا بنقول الميجا هي 1 على 1000 من الجيجا، فدي ايه؟ فدي 0.5 من ال1000 اللي هي للحاجه اللي هي اللي هنا. لو بنتكلم على الليفل 2 وليفل 3، دول بيبقى احجامهم بالميجا، 2 3 ميجا لحد مثلا 10 ميجا، 15 ميجا، 16 ميجا، اللي هي كاش 3، تمام. والارقام دي طبعا بتتغير بتغير السنين، يعني كل شويه بيخترعوا حاجات والحاجات الاسعار بتاعتها بتختلف، فعشان كده بيتاح لهم اللي هم يكبروا في احجام الكاش ميموري. يعني المين ميموري من كام سنة ما كناش بنتكلم طبعا في 30 جيجا والأرقام اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي دي. بس يظل في الآخر وفي الأول اللي الكاش أسرع كتير جدا من الميموري، فعشان كده بنستغلها بالشكل اللي أنا شرحته لكم دلوقتي ده، كوسيلة لتسريع البروسيسور بدل ما كل مرة يروح للمين ميموري. النوع الثالث اللي هنتكلم فيه حاجة اسمها ريد اونلي ميموري، وده نوع الواحد هيستغرب له، يعني ايه ميموري اقرا منها بس، يعني مش هكتب فيها حاجه. هي اسمها ريد اونلي ميموري، وهما بيختصروها بروم، ار او ام، ريد اونلي ميموري. دي فايدتها ايه؟ الميموري دي بتبقى بيبقى الكمبيوتر بيقرا منها بس، مش بيكتب فيها حاجه. بتبقى المصنع اللي صنع الكمبيوتر كتبها وخزن فيها حاجه معينه وسابها في الكمبيوتر واتوجدت معاك، تمام. طب دي بيبقى فايدتها ايه؟ هو لو انت سألت نفسك كده، هو الكمبيوتر في الاول خالص قبل ما يقوم مش لازم يبقى فيه برنامج معين عشان يبتدي يشغل الكمبيوتر؟ طب البرنامج ده ازاي هيقوم وهو هيبقى موجود فين؟ البرنامج ده بنسميه البوت ستراب. البوت ستراب ده البرنامج اللي هو بيقوم الكمبيوتر في الاول خالص عشان يبتدي يشتغل، وهي متخزن في حاجة اسمها ايه؟ اسمها بايوس. البايوس دي ده السيستم نفسه اللي هو اللي هيبتدي في الأوامر اللي هتخلي الكمبيوتر يقوم، بيبقى متخزن على ذاكرة اسمها روم، اللي هي ريد اونلي ميموري اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي دي. الروم دي بيبقى المصنع اللي عمل الكمبيوتر هو اللي حط البايوس البرنامج ده عليها، وبعد كده باع لك الكمبيوتر. الروم في أبسط صورها هي ريد اونلي، فعلا بتتكتب مرة واحدة وخلاص. بعد كده في ناس اخترعت قالت طب ما احنا ممكن نبتدي ايه، نخلي في نوع من الروم يبقى بروجرامابل. يعني ايه؟ يعني ينفع تكتب عليه احيانا. اجي اشيل كده الروم اطلعها بره الجهاز بره الكمبيوتر وابتدي اللي انا ابرمجها، او اروح اشتري انا روم من المحل وابتدي انزل البرنامج بتاعي عليها، ما احتاجش ان انا اروح للشركه والشركه هي اللي هي تكون المصدر الوحيد في الكتابه عليها. فسموها بروجرامابل روم. دي بتحتاجها انت مثلا لو عايز تعمل برامج والبرنامج بتاعك ده تحطه في جهاز وانت تبقى بتقوم بدور الحاجه اللي عملتها الشركه مثلا، بدل ما هم صنعوا اجهزتهم وعملوا البرنامج بتاعهم على الروم بتاعهم، لا انت تشتري روم فاضي وتبتدي تبرمجه وتحطه وتبيعه على الاجهزه بتاعتك. بس برضو يبقى هو ستيل بيتبرمج لمره واحده بس وبيتكتب مره واحده بس، وعلى طول الاجهزه اللي بتحط فيها الروم بتقرا بس الكلام ده منه. في نوع تاني اسمه اريزابل روم، اريزابل بي روم. ده بتقدر اللي انت تمسح البيانات اللي عليه خلاص، وتقدر تبرمجه بأكتر من مرة. يعني تيجي مثلا عندك معمل، تروح رايح شاري اي بي روم، تخلص المعمل بتاعك وتنزل برامجك على الروم وتخلص التجربة، وبعد كده تيجي المعمل اللي بعده تمسحها، وبعد كده وكل معمل تبتدي تستخدم نفس الاريزابل بي روم بتاعك. المسح ده بيبقى الطريق اللي انت بتعرض الشباية اللي فيها الروم دي لألترا فايلوت لايت، أشعة فوق البنفسجية، تروح حاططها والأشعة دي هتروح إيه مسحها لك البيانات اللي عليه. في نوع تاني اسمه EEPROM، ده حاجة أبسط في المسح بتاعها من الألترا فايلوت. الألترا فايلوت إحنا بنتكلم أشعة فوق بنفسجية وبتاع وكذا، لأ في حاجة تانية عن طريق اللي أنت
تعدي كهربا من نوع معين على الـ على الـ على الاي بي روم اللي هي الاريزابل بي روم، فدي تطير لك البيانات اللي عليها، فتقدر اللي انت بعد كده تعيد برمجة الروم دي وتكتب عليها حاجات مختلفة. فده اللي بيسموه اي بي روم، او الاي معناها الكترونيك اللي انت بالكهرباء تقدر تمسحها، والاي التانية اريزابل عشان تبتدي تمسحها، والبي بروجرامابل تقدر تحط عليها برامج وتغير البيانات اللي عليها، والروم اللي هي ريد اونلي ميموري. من الحاجات الغريبة اللي هقولها لك وهتتعلمها في المحاضرة دي، اللي الاي بي روم دي من امثلتها اليو اس بي ميموري، الفلاشات بتاعتها اللي انت بتشتغل بيها، يعني الفلاش الفلاشاية بتاعتك دي نوعها اي بي روم، عشان هي مش بتحتاج الترا فايلوت ولا حاجة، وهي بتقدر تمسحها، تقدر تعمل فيها الحاجات اللي انت عايزها. والفلاش دي لو هنبتدي نصنفها ليه نوع من انواع الميموري، مش نوع من انواع مثلا الهارد ديسك او الذاكرة المستديمة. وده والنظرا اللي هي سريعة جدا وتعتبر نفس التكنولوجي اللي احنا بنستخدمها في الميموري. الجدول الظريف ده بيقدر يلخص لك كل الكلام اللي انا لسه كنت بتكلم فيه، المقارنة ما بين الثلاث انواع الاساسية اللي احنا اتكلمنا فيها اللي هي الرام والكاش والروم، ودي انواع الروم اللي احنا اتكلمنا فيهم اللي هما الروم الاساسي، والبي روم اللي هو البروجرامابل، والاي بي روم اللي احنا نقدر نمسح البيانات اللي عليه عن طريق الالترا فايلوت، او الاي اي بي روم مش فارقة كتير، ده الترا فايلوت او ده الكترونيكلي اريزابل. الأسرع طبعا اللي هو الكاش، ودي الأغلى، اللي بعديها الروم أو الرام، دي المميزة بس في حتة السرعة. لو بنيجي نتكلم على الكوست، هيبقى أرخصهم الرام اللي احنا بنستخدمها كلها، وبعد كده كل ما يزيد إمكانيات الروم بنلاقي الكوست بتاعها بيبتدي يغلى. وأغلى حاجة طبعا الكاش، وده كان واضح من الطريقة بتاعة التعامل مع الكاش، وكنا اللي احنا عملنا كاش للكاش للكاش زي ما شفنا المالتي ليفل كاش اللي احنا درسناها. كالكتابة، الكتابة دي تقدر تكتب عليها وتعمل اللي انت زي ما انت عايز، اللي هي دية ودية اللي هما الكاش والرام، عشان طول ما الكمبيوتر شغال هو قاعد يكتب في الرامات ويكتب في الكاش ويمسح منه. بالنسبة للروم، لو كتبت مرة واحدة يبقى خلاص مش هنبتدي نعمل فيها حاجة. بالنسبة للبي روم، هي بشتريها فاضية وبرمجها مرة واحدة، عشان كده اسمها بروجرامابل. فرقها عن الروم اللي هي كده كده الروم بتبقى جايه من المصنع مع الجهاز ومكتوبه، هم عملوها هناك بروجراماتيكلي، لكن هنا لا، هنا واحد بيبيع لك الروم وانت تروح انت توصلها وتكتب عليها البرنامج بتاعك، فانت متاح ليك البرمجه، بس هي انت اللي هتكتبها لمره واحده بس. او النوع الاغلى شويه اللي هو ممكن تكتب عليه وتمسح كذا مرة عن طريق الالترا فايلوت زي ما احنا شفنا من شوية. يبقى احنا كده خلصنا الجزء بتاع الميموري جوه الكمبيوتر. يبقى احنا بدأنا بالماذر بورد، اتحركنا بعد كده على البروسيسورز، خلصنا البروسيسور، دخلنا في انواع المختلفة من هنروح بقى دلوقتي للسكندري ستورج اللي الناس بتعرف منها الهارد ديسكس. اكشوالي في كذا نوع من انواع السكندري ستورج، في حاجه اسمها ماجنتيك تيبس، في حاجه اسمها بلوراي ودي في دي، وفي النوع اللي احنا بنستخدمه على طول اللي هو الفلاش ميموري. كل الانواع دي بتتفق في حاجه واحده اللي هي نون فولاتايل، بمعنى اللي هي ممكن احط عليها البيانات وافصل الكهرباء عن الجهاز وارجع لها بعد فتره الاقي نفس البيانات موجوده. برضو الانواع دي كلها ابطأ كتير من الميموري بكل انواعها، فاحنا لا مقارنه ما بين السكندري ستورج سبيد مع الميموري سبيد. البروسيسورز ما ينفعش تاكسس السكندري ستورج على طول، لازم الحاجه تتحرك تروح من السكندري ستورج تروح للميموري ومثلا في الرامز، وبعد كده تطلع من الرامز تتحرك تروح على البروسيسور. الاوبريتنج سيستم اللي هو نظام التشغيل بيبتدي يحط البيانات بتاعته على السكندري ستورج ويخزنها، والاوبريتنج سيستم نفسه بيبقى كمان متخزن على السكندري ستورج، ولما الجهاز بيقوم بيبتدي الجهاز يحرك حاجات من الهارد ديسك او السكندري ستورج بصفه عامه يحطها في الميموري عشان يبتدي ايه يوبريت ويشتغل عليه. البيانات لما بتسجل على سكندري ستورج بتسجل في حاجه اسمها فايل، تسجل في حاجه اسمها فايل. الفايل بيبقى ليه اسم وليه اكستنشن،
يعني بيبقى ليه اسم، وبعد كده بنحط دوت، وبعد كده نكتب اكستنشن. اكستنشن ده زي حاجة مميزة للنوع بتاع الفايل، بمعنى اللي احنا بيبقى فيه الفايل دوت بي ام بي مثلا. بي ام بي ده فايلات صور، او دوت جي بي جي ده فايلات صور برضو، او دوت ام بي 4 دي فايلات فيديو، او دوت تي اكس تي دي فايلات تكست ممكن نكتب فيها كلام. فمن الامتداد من الاكستنشن اللي بيبقى مكتوب بعد الدوت، بيقدر الكمبيوتر يحدد ايه النوع بتاع البيانات اللي متسجلة جوه الفايل ده. هل هي بيانات نصية زي التكست مثلا او الوورد او الحاجات دي، ولا هي صور فابتدي اعرضها في برنامج للصور، ولا هي فيديو ابتدي اعرضها في برنامج للفيديو. فالاكستنشن بيبقى وظيفته يحدد النوع بتاع الفايل. طب لو احنا هنتكلم على امثله من الاكستنشنز مختلفه عن اللي انا بقوله، في اكستنشنز اسمها مثلا اي اكس اي. الاي اكس اي دي عباره عن اكسكيوتابل، برامج لما اشغل البرنامج اشغل ملف هو اي اكس اي، بيبقى الكمبيوتر بيعرف ان ده برنامج محتاج يكسكيوت، محتاج يشتغل، فبياخده ويحطه في الميموري، وبعد كده يكلم البروسيسور اللي هو يبتدي ينفذ التعليمات اللي هي موجودة جوه البرنامج ده. فانت لو جربت تمسك البرنامج، تمسك الملف اللي هو الاي اكس اي ده، تفتحه في صورة نصية، هتلاقي اللي كله كلام كده، ايه، باينري، انت مش قادر تفهم فيه حاجة. طب فالاي اكس اي ده واحد من الاكستنشنز. في نوع من انواع الاكستنشنز التانية، دوت دات. دوت دات ده دي اي تي، ده عبارة عن بيانات موجودة للبرامج، برامج بتخزن بيانات معينة. فمن الاكستنشن بنقدر نحدد نوع البيانات اللي هي موجودة في الفايل. ده بالنسبة للفايل. في حاجة تانية اسمها فولدر او دايركتوريز، دي بتبقى عبارة عن حاجة بحط جواها الفايلز، يعني دي زي كونتينر، زي وعاء كده بحط جواه الفايلز، بحيث لما انا اجي ما احطش كل الفايلات بتاعتي في مكان واحد، اعمل فولدرز اقسم بيه كل حاجه بتاعتي، مثلا الشغل بتاعي احطه في فولدر، الجيمز بتاعتي احطها في فولدر، الفيديوز بتاعتي احطها في فولدر، وجوه كل فولدر ممكن تعمل فولدر تاني، وتقعد تقسم الحاجات بتاعتك كانك مثلا بتحط مثلا شنطه جواها شنطه جواها شنطه، وجوه كل شنطه فيها مجموعه ملفات بتاعتك. طيب الاوبريتنج سيستم هو اتكلمنا عليه قبل كده في اوائل الكورس، هو حاجه بتساعدك في اللي انت تقدر تسيطر على الكمبيوتر وتقدر تستخدمه بشكل الامثل. هو بيدي لك حبه اوامر عشان تقدر تعمل تشيل تعمل ملف جديد، تمسح ملف، ترينيم ملف، تغير اسمه، تكوبي ملف، بيدي لك امكانيات دي كلها. طيب يبقى احنا كده اتكلمنا على اللي فيه حاجة اسمها secondary storage، وقلنا ان secondary storage دي بنسجل عليها ملفات، والملفات دي فيها extensions، والاكستنشنز دي لها انواع كتير، صور بقى، executable، فايلات تكست، اي حاجة زي الحاجات اللي احنا قلناها دي كلها. بس ما اتكلمناش لسه على ايه الانواع بتاعة ال secondary storage اللي احنا المفروض نبتدي نتكلم عليه. الانواع بتاعها، في حاجة اسمها magnetic disks اللي احنا بنقول عليها الهارد ديسك، وفي حاجة اسمها اوبتيكال ليزر ديسكس، وفي حاجة اسمها ماجنتيك تيبس، وفي حاجة اسمها فلاش ميموري. تعال نشوف كل واحدة منهم. أول واحدة منهم اسمها ماجنتيك ديسك. ماجنتيك ديسك يعني ديسك مغناطيسي. الديسك المغناطيسي ده ممكن يبقى في صورة فلوبي ديسك بالشكل اللي احنا شايفينه ده. ده كان متداول زمان خالص من 20 سنة، وكان بيبقى ليه حجم صغير، ده بيكفي معاك لحد 1 ميجا، وفي بيبقى حجم كبير كده، ده بيبقى كبير، وده بيكفي معاك برضو 1.2 ميجا. فدي كان اسمها ماجنتيك تيبس او ماجنتيك ديسك، سوري، ماجنتيك ديسك. الماجنتيك ديسك دي بتبقى البيانات بتاعتها، بيانات بتخزن عليها في شكل ممغنط، يعني هي ليها علاقة بالمغناطيس، وبرضو لو قربت منها مغناطيس قوي كان ممكن يطير البيانات اللي عليها. نفس الفكرة دي معمولة فكرة تانية قريبة منها في الهارد ديسك اللي احنا بنتعامل معاه. البيانات بتبقى على الهارد ديسك متسجلة في شكل اسطوانات، يعني شايفين كده بيبقى اسطوانة طويلة
فيها قطاعات كده، يعني بيبقى فيها أطباق، طبق فوق طبق فوق طبق. الأطباق دي كلها مع بعض بيبقى متوصلة بمحور في النص، المحور ده بيلف بسرعة، وعلى أساس اللف بتاع المحور ده بيبقى أقدر أوصل للبيانات اللي هي بتبقى مسجلة. البيانات بتبقى مسجلة فين؟ بتبقى مسجلة على الطبق ده، والطبق ده بيبقى متسجل عليه زي تراك كده، كل تراك بيبقى متسجل في حتة من التراك ده البيانات اللي أنا عايزها. طب أنا عايز أقرأ البيانات دي، يبقى في دراع هنا، الدراع ده بيتحرك يخش ويطلع كده، الحركة بتاعته دي هي اللي بتقدر توصل الراس بتاع الدراع، الراس دي تدخلها تقرأ من جوه أو تطلع. فالأسطوانة بتلف شكل دائري، والدراع ده بيتحرك بشكل أفقي، تمام؟ ولما يتحرك بشكل أفقي التلات دراعات أو الأربع دراعات بيتحركوا كلهم مع بعض يقروا من التلات أربع أطباق. فهو إيه، فأنت بتلف الأسطوانة توصل للمكان اللي أنت عايزه، يروح بقى بعد كده الدراع ده يتحرك يخش جوه. الأسطوانات دي كلها بتبقى أسطوانات ممغنطة بيتسجل عليها البيانات بتاعتنا كلها. طيب احنا قاعدين نقول اسطوانة وقاعدين نقول دراع وبتاع، فالكلام ده كله معناه ان فيه موتور. ففعلا في موتور موجود جوه الهارد ديسك، وانت لو حطيت ايدك على الهارد ديسك هتلاحظ اللي فيه الهارد ديسك بيترعش كده او بيتهز منك. ليه؟ عشان في موتور جوه شغال، وفي حاجة بتحرك الاسطوانة وبتحرك الدراع والحاجات دي اللي بتحصل جوه، وده بيفسر مدى بطء الهارد ديسك لو هنقارنه بحاجة شغالة بالالكترونات زي الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها من شويه بتاعت ايه، بتاعت الميموري بكل انواعها. ده شغال الكترونيك اللي هي الميموري، لكن ده شغال بمواتير وحاجات، وحاجات بتتحرك وتخش وتطلع وبتاع، فاكيد في فرق ما بينهم. فعشان كده هما بيقيسوا سرعه الهارد ديسك بحاجه اسمها الار بي ام، روتيشن بير مينت، تاخد قد ايه الهارد ديسك بيقدر يلف كام لفه في الدقيقه الموتور بتاعه. وده ليه كذا، في كذا كذا نوع، وكل نوع من انواع الهارد ديسك بيبقى ده الرقم اللي هو بيتقال عشان يحدد لك الهارد ديسك ده سريع او بطيء. احجام الهارد ديسك حاليا في الوقت اللي بنتكلم فيه بتوصل لتيرا بايتس، بس الرقم ده برضو بيتغير من وقت لاخر. يعني زمان كان برضو الرقم التيرا ده رقم كبير ما كناش بنحلم بيه. ده الهارد ديسك اللي انت بتشوفه في كل حتة، وده اللي بيبقى متوصل في اللابتوب بتاعك او بيبقى متوصل في البي سي اللي موجود عندك. ظهر نوع جديد من الهارد ديسكس بيبقى موجود في اللابتوبس، اللي هما الاس اس دي ديسكس، بس مش هو ده الهارد ديسك اللي احنا بنتكلم عليه هنا. ده بيبقى التكنولوجي بتاعته مختلفة، والسرعة بتاعته بتبقى مختلفة تماما على هنا، فمش هو ده الهارد ديسك اللي قصدنا بيه هنا. الهارد ديسك هنا اللي هو الميكانيكال هارد ديسك، اللي هو شغال بالماجنتيك سيري في تخزين البيانات عليه. الوصول للبيانات في الهارد ديسك ما نقدرش نقول عليه عشوائي زي الرامز، يعني ممكن تفرق البيانات موجودة على الاسطوانة على طرفها او على حرفها او في نصها، فده يفرق. فالوصول هنا مش عشوائي، بس ما نقدرش نقول عليه سيكوينشال، يعني ما نقدرش نقول اللي فيه تباين كبير ما بين البيانات او ما بين مكان البيانات والسرعة اللي بوصل لها. زي ما هنشوف بعد كده في انواع من الديسكس بتبقى سيكوينشال، سيكوينشال يعني مخزنة البيانات بالترتيب. فالهارد ديسك بيبقى زي مكان وسط ما بين السيكوينشال ديسكس وما بين الراندوم اكسس ديسكس اللي شفنا، او راندوم اكسس اللي احنا شفناه في الرام. الاوبتيكال ليزر ديسكس اللي هي السيديهات اللي احنا بنتعامل معاها على طول، او الدي في دي او البلوريز، بتبقى فكرتها اللي فيه اسطوانه كده، الاسطوانه دي بيبقى سطحها عليه خدوش صغيره زي نقر كده صغيره عليها، كل نقره من النقر دي بتحدد لك اللي فيه بيت 1 او 0. بيبقى السايز بتاعها في حدود 700 ميجا بايت، دي لو هي سي دي، او بيوصل في حاله الدي في دي ل 4 جيجا بايت، او في البلوراي ممكن يوصل ل 128 جيجا بايت.
ممكن الاوبتيكال ليزر ديسك دي تتمسح ويتعاد كتابتها. اكشوالي اللي بيحصل هي مش بتتمسح، هي بيتشال الشريحه. احنا مش قلت لكم اللي هي فيها زي نقر كده، بيبقى بيتشال شريحه منها بحيث يبقى النقر دي كلها بقت سوى واحد، فينفع ابتدي اعمل تاني، اعمل عمليه التسجيل عليها تاني. فممكن ينفع تعاد برمجتها او يتعاد الكتابه عليها، وممكن ما ينفعش حسب النوع بتاع الاوبتيكال ليزر ديسك. النوع اللي بعد كده اسمه ماجنتيك تيبس. ماجنتيك تيبس بتبقى فكرتها اللي هي عامله زي شرايط الكاسيت القديمه، بيبقى زي كده مثلا اسطوانه بيبقى محطوط عليها لفه، اللفه دي بتبقى شريط، الشريط ده بيبتدي يسجل عليه البيانات واحده 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 لحد ايه ما اخلص الشريط ده. طيب ده بيبقى الشغل فيه او التسجيل عليه بيبقى سيكوينشال اكسس. يعني ايه سيكوينشال اكسس؟ يعني انا لو سجلت حاجه على اول الشريط وبعد كده سجلت على حاجه على اخر الشريط، عشان اوصل لاخر حاجه لازم ابتدي اكرر الشريط ده كله، وابتدي اخد الشريط ده كله الفه واحطه جنب التاني عشان اوصل للحاجه دي. فده معناه اللي هتاخد وقت طويل جدا 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 لو انا عايز ابتدي ايه، ابتدي اوصل لاخر حته فيه. بس الميزة بتاعته اللي هو رخيص، وهو ينفع يشيل أحجام كبيرة جدا من الداتا، حاليا بتصل لخمسة تيرا بايت من الداتا ممكن أحطها عليه. طب فايدته إيه ده؟ ده ممكن تستفاد منه في حاجة زي الباك أبس. الباك أب يعني أنا مثلا عندي بيانات عايز أبتدي أخزنها ومش عايز أرجع لها لفترة طويلة، مثلا الصور بتاعتك، فيديوهات قديمه، حاجات زي كده عايز اسجلها، بدل ما تحطها على الهارد لا ممكن تحطها على ماجنتيك تيب، وتاخد الماجنتيك تيب ده تشيله في حته بعيد كده. كده انت مش محتاج ترجع للبيانات دي غير كل فين وفين، فلما تحتاج ترجع لها لو مثلا الهارد بتاعك حصل له لا قدر الله مشكله، تروح للبيانات دي تبتدي تطلعها وتقراها عليه. انت مستعد ان انت تاخدها ببطء عشان انت مش هتروح للماجنتيك تيبس ده غير كل فتره طويله. فبنستغل فكرة الميزة اللي هو كبير كسعة، و في اللي انا ايه اخزن عليه الباك ابس بتاعتي او النسخ الاحتياطية من البيانات اللي انا ما برجع لهاش كتير. اما في حالة الاوبتيكال ليزر ديسكس اللي احنا لسه بنتكلم عليها دي، صحيح اللي انا ممكن اكتبها اكتر من مرة، بس ما ينفعش اكتبها وامسحها مرات كتير، يعني بيبقى ليها عدد محدود من القراية والكتابة اللي عليها. أقدر أقراها براحتي، لكن الكتابة بتبقى عددها محدود لا يقارن طبعا بالهارد ديسكس اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده. يبقى لو أنا عندي حاجة عايز أكتب وأقرأ فيها كتير يبقى أنا هستخدم هارد ديسك، لو أنا عندي حاجة عايز أكتب مرة واحدة وأشتغل عليها يبقى أنا هستخدم النون رايتابل ليزر ديسكس، أو أجيب الرايتابل اللي هي أغلى شوية وابتدي اكتب عليها، بس اعمل حسابي برضو الكتابات دي عددها محدود منها. لو انا عايز اعمل باك اب وحاجات مش هرجع لها لفتره طويله وحاجات حجمها كبير احطها على الماجنتيك تيبس وامري لله، رغم اللي هي هتبقى سيكوينشال اكسس وهتاخد وقت طويل قوي عشان اقدر استرجع البيانات اللي عليه. النوع الاخير من السكندري ستورج اللي هو اسمه الفلاش ميموري، اللي هو لو هنتكلم على التكنولوجي بتاعته هنلاقيها اللي هي نفس التكنولوجي اللي احنا قلنا عليها electronically erasable programmable read only memory. يعني هو يعتبر يصنف تكنولوجيا كأنه هو من أنواع الميموري، لكن هو استخدامه كأنه secondary storage عشان هو حاجة أقدر أسجل عليها وملاش دعوة خالص بموضوع الكهرباء. يعني لو شلت الكهرباء هيفضل مخزن البيانات بتاعته، فهو مش volatile، اقدر اشيل واحط عليه البيانات زي ما انا عايز، ومش محتاج جهاز خارجي الترا فايلوت زي ما قلنا قبل كده، لا ده هو بعدي عليه حاجه الكتريك احط عليه فولت معين يتشال حاجات البيانات اللي عليه اللي موجوده قبل كده. فده اللي بنستخدمه احنا دلوقتي في اللي هو اسمه اليو اس بي فلاش درايف، او الناس بتسميه الفلاشات. فكده يبقى احنا قلنا اربع انواع من انواع السكندري ستورج. لو هنراجعهم مع بعض، هو الهارد ديسك اللي هو اللي احنا بنستخدمه على طول، الماجنتيك تيبس، السي ديز اللي هي الاوبتيكال ديسكس، واخر حاجه اللي هي الفلاش ميموري.
لو هنرتب بقى كل الحاجات اللي احنا خدناها اللي في الميموري وفي الهارد ديسك والسكندري ستورج والكلام ده، ده ممكن نرتبهم في شكل الهرم ده. على قمة الهرم الحاجات اللي هي بيبقى حجمها صغير والكباستي بتاعتها صغيرة وبتبقى غالية، زي الريجسترز اللي موجودة جوه البروسيسورز دي، احنا قلنا دي نادرة جدا وموجودة في قلب البروسيسور فسريعة جدا. يليها بعد كده الحاجات اللي هي الكاش اللي هي بتبقى بره، سواء كاش ليفل 1 و 2 و 3، دي بتبقى الحجم بتاعها اكبر شوية من اللي فوقيها والتكلفة بتاعتها اغلى من اللي تحتيها، بس هي ارخص شوية من الحاجات اللي هي موجودة فوق، وبتستخدم كأنها حاجة في النص كده اقدر احوش فيها البيانات بتاعتي اللي لما اجيبها من الميموري. بعد كده يجي الرامات، بعد ما يجي الرامات اللي هي بنستخدمها يجي الفلاش ميموري اللي هي الاي اي بي روم اللي شفناها في السكندري ستورج. بعد الفلاش ميموري نقدر نتكلم نقول ان الهارد ديسك ده بيبقى موجود بعديهم، عشان اكيد الفلاش اسرع من الهارد، عشان فلاش بتصنف كأنها نوع من انواع الميموري. بعد الهارد ديسك اللي هو ما يعتبرش راندوم اكسس بس في نفس الوقت ما يعتبرش سيكوينشال اكسس، يجي الماجنتيك تيبس اللي هي بتبقى ايه، بتبقى عشان اقدر اوصل لحاجه بقدر مضطر ان انا البكره بتاعت الشريط كلها تعدي عشان اوصل لاخر حته فيها، ودي بتبقى ارخصهم واكبرهم في السعه التخزينيه. طيب خلصنا احنا كده كل الحاجات اللي في العلبه بتاعت الكمبيوتر، هنبتدي نتكلم على الحاجات اللي متوصله بيها من بره اللي هي الانبوت اوتبوت يونتس، الحاجات ادوات الادخال والاخراج اللي بتبقى متوصله. الانبوت يونتس لو هنتكلم عليها بتبقى، او الاوتبوت يونتس كمان معاها، بتبقى متوصله بحاجه اسمها البورتس، اتكلمنا عليها في الاول، قلنا ان في حاجه اسمها بارل بورت وسيريال بورت، ولو فاكرين كمان قلنا في حاجه اسمها يو اس بي بورتس اللي هي المنافذ اللي بتدخل بيها او بتوصل بيها الديفايسز بتاعتك للمذر بورد. البارل بورد بنوصل فيه حاجه زي البرينتر، السيريال بورد بنوصل فيه حاجه زي المودم مثلا، فدي معناه ان مش كل الاجهزه تقدر توصل في اي بورد، كل بورد بيبقى مخصص لاجهزه معينه. كل حاجه من الانبوت والاوتبوت يونتس دي بيبقى فيه حاجه اسمها درايفر. الدرايفر ده عباره عن ايه؟ عباره عن برنامج الشركة اللي عملت الـ input أو الـ output device ده بيبقى مديهالك. يعني مثلا رحت انت اشتريت برينتر جديدة، البرينتر دي عشان تعرف تشتغل على الكمبيوتر بتاعك بيبقى جاي معاها كده سي دي متسجل عليه الدرايفر بتاعها. الدرايفر هو برنامج بتعمل له سيت اب على الكمبيوتر عشان يقدر يخلي البرينتر تنفع تتواصل وتتكلم مع الكمبيوتر. جبت رحت اشتريت فيجا او كارت ساوند، بتبتدي برضو بيبقى فيه درايفر تعريف للكارت دي بتجيبه معاك، الدرايفر ده بتحطه على الكمبيوتر بتاعك فيبتدي يتواصل الكمبيوتر مع الكارتة اللي انت جايبها. فالانبوت والاوتبوت يونتس اللي احنا بنستخدمها بيبقى فيه حاجة اسمها درايفرز بيجي معاها عشان يقدر يخلي الكمبيوتر يشتغل معاها بشكل فعال. طبعا بدل ما كل واحد يعمل ما يجيب روح يجيب الدرايفر بتاع الانبوت اوتبوت يونت بتاعته، يعني مثلا راح اشتري كيبورد جديده، اروح انا اشتري اروح انا اجيب درايفر واقعد اسطبه، بقت نظام التشغيل نفسه زي مثلا نظام التشغيل بتاع ويندوز بيجي معاه درايفرز تنفع تشتغل مع الانبوت اوتبوت ديفايسز، او بيكون هو بيقدر يبحث لك على الدرايفر المناسب على الانترنت ويوصله ويسجله ويخزنه عندك ويعمل له سيت اب على الجهاز بتاعك، فاصبح ان انت ممكن تجيب برينتر او سكانر او اي حاجه من ادوات الادخال والاخراج وتوصلها على الكمبيوتر، يروح هو الويندوز لوحده يروح يجيب الدرايفر اللي موجود. بس بغض النظر الدرايفر ده بيجيلك على سي دي هيا ولا الويندوز هو اللي بيروح يجيبه مع نفسه ولا الويندوز موجود فيه درايفر جاهز، في حاجه اسمها درايفر لازم تبقى موجودة مع الانبوت او الاوتبوت يونت عشان تبتدي تعرف الكمبيوتر على الانبوت اوتبوت يونت ده يشتغل عليها ازاي. من امثلة الانبوت يونتس الكيبوردز، الماوسز، الجويستيك اللي بنستخدمها في اللعب، التراك بول او البن او التابلت اللي احنا ممكن نستخدمه
في الرسم او في الحاجات اكسترنالي على لوحة كده، وهو بينقل الحاجات دي كلها ويدخلها في الكمبيوتر. من أمثلة برضو الحاجات اللي بنعتبرها input unit السكانر. السكانر ده جهاز بحط عليه البيانات، بتروح أو بحط عليه الصور أو الكتب أو حاجاتي، وهو بيسحب الحاجات دي ويبتدي يطلعها لي بشكل صور موجودة على الكمبيوتر. أو حاجة اسمها الباركود ريدر، بنشوفه على طول في المحلات زي كارفور وفتح الله والمحلات زي كده، اللي انت بتروح عايز تشتري حاجة فهو بيروح ايه ماسك الباركود ريدر وشايف الباركود اللي موجود على الحاجة دي. برضو بنشوفه في الصيدليات وبيستخدمه الناس اللي في الصيدلية عشان يطلعوا معلومات عن الدواء اللي انت بتشتريه، فهو بس بيسلط الجهاز ده ناحية الباركود بتاع السلعة بتاعتك فبيقرأ البيانات اللي عليه. ده يعتبر برضو من أدوات الإدخال اللي بتستخدم في الكمبيوتر. في حاجة تانية اسمها OCR، ده اسمه Optical Character Reader. ده عبارة عن حاجة زي الراجل ماسكها دي بيعديها هو على الكلام في اي ورقة خارجية، وهي بتحول الكلام ده من صورة تحولها لكلام ينزل على الكمبيوتر. البتاع اللي هو ماسكه في ايده ده اللي هو الـ OCR ممكن يتمسك في الايد او ممكن يبقى في الشكل اللي شايفينه قدامنا ده، وده هيبقى مناسب لو انا هدخل صفحة كاملة. لكن اللي في الايد ده لو الكتاب اللي انا بشتغل عليه او عايز اعمله او سي ار ما اقدرش ان انا ادخله في الجهاز ده، فممكن بايدي كده اعدي عليه. الهدف هنا اللي هو مش يحول الكتاب كصورة، لا، يقرا النص اللي فيه بحيث يخش كنص في الكمبيوتر، وتقدر اللي انت تعمل سيرش وتقدر توصل لكلمة معينة فيه، عشان الكلام نفسه هيبقى مكتوب في شكل نصي كأنك كاتب حروف مش كأنها صورة للحرف. فده الفرق ما بين السكانر وبين الـ OCR. الـ OCR بيدخل نصوص لكن السكانر بيدخل صور. انت ممكن نفس المحاضرة تكتبها بإيدك على كيبورد أو تصورها. لو هنتكلم اللي احنا هناخد صورة من المحاضرة يبقى دي سكانر، لو هنتكلم اللي احنا هنكتب الكلام اللي في المحاضرة ده هيبقى شبه الـ OCR اللي احنا بنتكلم عليه. برضو واحدة من وسائل الإدخال الـ Voice، بقى فيه اللي انت بالمايكروفون تقدر تتكلم، والكمبيوتر او الموبايل يقدر يحول الكلام بتاعك لاوامر. والموضوع ده دلوقتي بقى ايه، بقى ريلايبل والناس تقدر تعتمد عليه. فدي برضو انواع ادخال بيانات مختلفة بدأنا احنا نشوفها في اليومين دول. لو هنتكلم بقى على ادوات الاخراج، من اشهرهم الشاشة اللي احنا بنشوفها اللي هي اسمها مونيتور. ممكن تكون شغالة بالنظام الـ CRT اللي هو الكاثود راي تيوب، أعتقد إن أنتوا درستوه في الفيزياء في ثانوي، أو الـ LCD اللي هي بتبقى مفيهاش كاثود راي تيوب، مبيبقاش فيها أنبوبة كاثود كده بتبعت إلكترونات ويبقى فيه انحراف هنا بحاجة مغناطيسية بمجال مغناطيسي، لأ بتبقى هنا شغالة بحاجة اسمها LCD أو LED اللي هي بتبقى شبه الـ LCD بس في اختلاف في الكواليتي واختلاف في اللايف تايم بتاع الشاشات اللي من النوع ده او من النوع ده، او ال 3D displays اللي احنا بقينا نشوفها دلوقتي اللي هي بتبقى معاها نظارة. النظارة دي بتبتدي تخليك حاسس ان الحاجة دي كأنها 3D فعلا. والنظارات دي كل فيها انواع، كل نوع شغال بتكنولوجيا مختلفة، في ده بيدخل جزء من الصورة وده بيدخل جزء تاني من الصورة، أو بتعتمد على الفتح والقفل بتاع الكادرات عشان يبتدي يوري لك حتة 3D display لما تيجي تتفرج على الشاشة. لما نيجي نقارن شاشتين ببعض ممكن أقارنهم حسب كذا حاجة. الحاجة الأولانية حجم الشاشة. حجم الشاشات بيتقاس عن طريق القطر بتاع الشاشة، فممكن نقول الشاشة دي مثلا 14 بوصة أو الشاشة دي 21 بوصة، القطر بتاعها هو ده اللي بيحدد حجمها. نوع تاني او حاجة تانية من الحاجات اللي بقسم بيها الشاشات الريزوليوشن. الريزوليوشن ده هو مدى دقة الصور اللي هتطلع على الشاشة دي، وده بيتقاس بوحدة البكسل. البكسل هو اصغر مربع الشاشة دي ممكن تبين فيه لون معين. فالصورة ممكن تتقسم مثلا لمربعات صغيرة، يكون 600 مربع بالعرض في 400 مربع بالطول، فيبقى ده بقدر اقول الشاشه دي ريزولوشن بتاعها 600 في 400. الشاشات زمان خالص كانت بتبقى 640 في 480، حاليا بيبقى ممكن نشوف شاشات 4096
في 2160 الريزولوشن بتاعها. برضو لو هنتكلم في شاشات برضو زمان كانت ممكن نلاقيها ما ابيض واسود، ودلوقتي الشاشات بقت فيها اكتر من 1 بليون كولر. فدي الفاكتورز اللي بنبتدي نستخدمها عشان نقارن شاشة بشاشة. النوع التاني من الاوتبوت ديفايسز اللي هو البرينترز. البرينترز ممكن نقسمهم لنوعين اساسيين، اللي هما الهامر برينتر والنون هامر برينتر، اللي هي لو هنترجمها بالعربي اللي هي الطابعات المطرقية والغير مطرقية. يعني ايه مطرقية؟ مطرقية يعني عشان البرينتر تطبع كلمة على الورقة بتاعتها لازم تخبط الورقة كأنها زي الشاكوش كده، تروح زي الهامر تخبط الورقة وتلمسها. لكن النون هامر مش محتاجة تخبط الورقة، وعندها تقنية مختلفة في الطباعة. من أمثلة الهامر برينترز اللي هي الدوت ماتريكس برينتر، ودي حاجة كده عاملة زي الآلة الكاتبة، بتمثل كل حرف بماتريكس اوف دوتس، وتبتدي تروح ماسكة الحرف ده طبعة اللي هي بتسقط الماتريكس دي على الورقة اللي هي عايزاها. أما بالنسبة للنوع التاني اللي هو لاين برينترز، ده بيبقى شكله زي ما شايفينها في الصورة، بندخل فيه أوراق كده ويبقى بتطبع باللاين، ودي سرعتها بتوصل ل 2000 لاين في المينت. بس دي ما بقاش في المعتاد مستخدمة للاستخدام الشخصي، دي بتبقى مستخدمة مثلا بيطبعوا بيها عليها فواتير، بيطبعوا عليها حسابات، وتبقى موجودة في الشركات. النوع التاني من أنواع البرينترز اللي هو النون هامر لايك، ودي اللي بنشوفها في طبعات الحبر اللي هي بتبقى انك جيت المتداولة موجودة عندنا في كل حتة، أو طبعات الليزر. وطبعا طبعات الليزر بتبقى أسرع كتير من الطبعات بتاعت الانك جيت. الانك أو الليزر ما بتحتاجش تلمس الورقة، هي الانك بتبخ كده الحبر على الورقة، فيبقى الورقة بتطبع. أما الليزر برينتر كأنها بتمغنط الورقة، والورقة بتخش فيها وتطبع وتطلع من الجنب التاني. طب تالت نوع عندنا من أنواع الأوتبوت ديفايسز اسمه البلوتر. البلوتر ده فكرته اللي هو بيقدر يطبع حجم كبير جدا من الورقة، فهو بيبقى حجمه ضخم، وممكن يبتدي يشتغل بكذا تقنية. يعني ممكن يبقى بلوتر شغال بحاجة عاملة زي القلم كده، بحيث يقدر يرسم لك الحاجة اللي انت عايز تبتدي ترسمها، او يبقى عامل زي البرينترز، سواء شبه الليزر برينترز او شبه الانك جيت. بس الفكرة اللي هو نوع معين من البرينترز بيبقى بيستخدم في طباعة اللوحات الكبيرة. لو انت عايز تطبع لوحة كبيرة ما ينفعش تدخلها على البرينترز اللي انت بتحطها على الديسكتوب بتاعك. من انواع برضو الاوتبوت ديفايسز حاجة اسمها التيرمينالز، دي اللي بنشوفها في المحلات على طول، اللي بيبقى فيها مجموعة كذا كذا حاجة مع بعض موجودين مع بعض. يعني مثلا بيبقى هي شاشة وكيبورد، وهنا حاجة عشان تشوف فيها السعر بتاع الحاجة اللي انت بتدخلها، وباركود ريدر عشان يقرا لك الحاجة. فبتبقى ايه، تيرمينال فيها مجموعة انبوت واوتبوت ديفايسز متوصلين مع بعض. طب ليه هي اسمها تيرمينال؟ عشان بيبقى فيه جهاز مركزي موجود في مكان معين في المحل، ويبقى دي كلها طرفيات ليه، بحيث يبقى الكاشير فيه 4 5 كاشير موجودين، كل واحد عنده التيرمينال بتاعته، لكن كل البيانات في الاخر بتصب في الجهاز المركزي اللي موجود. من امثله التيرمينالز الاي تي امز اللي احنا بنشوفها في البنوك، من امثله التيرمينالز الحاجات اللي احنا بنشوفها على الكاشير لما نروح مثلا كارفور او اي محل من المحلات الكبيره. كل الحاجات دي بيبقى تيرمينالز، وبتبقى ميكس ما بين انبوت واوتبوت ديفايسز معموله بشكل معين عشان تخدم الغرض اللي هي معموله ليه.